من جهتها أضافت هايدي فضالي رئيس محكمة الأسرة سابقا إنه تم مناقشة مشاكل ما بعد الطلاق كالنفقة والطاعة وغيرها. وأشارت فضالي إلى أن التطور التقني في المحاكم ساهم في إنجاز سريع على عدد كبير من القضايا. بنناقش أهم المشاكل اللي ممكن تواجه الأسرة أو الزوج والزوجة بعد الطلاق. إيه هي؟ إحنا ناقشنا موضوع النفقة، ناقشنا موضوع الطاعة، ناقشنا موضوع تالت هخيه مؤخرا يعني لان في بعض الاختلافات فيه او بعض سوء الفهم ليه. اولا بالنسبه للنفقه اللي احنا ناقشناها النهارده كان في بعض المقترحات اللي انا اقترحتها ان احنا نخلي في نفقه مؤقته بدل ما يبقى في حكم من اول يوم بنفقه معينه، لان احنا طبعا شهدنا الفتره اللي فاتت انجاز كبير في عدد قضايا والفصل فيها والكلام ده، بس مش عايزه ده يكون في اخلال بحق الدفاع للزوج. ولذلك احنا ممكن ناخد خط الوسط وهو فرض نفقه مؤقته في نفس اليوم اللي ترفع فيها الزوجه النفقه، وبعد كده يعني بعد بقى اثبات الدخل بالتحقيق، اثبات الدخل مثلا بمفردات مرتب بتحريات مباحث، يبقى يتحدد النفقه المظبوطه.